الو، ايوه مساء الخير. مساء النور. انا دلوقتي هنا مع يلا كوره، وفي فقره تعرفني مع شريف امين. بما ان انت اقرب واحد، اكتر واحد تعرفني يعني، فيا ريت ما تخزنيش. ده بجد ولا انت يا فاضي عم والله بتهزر؟ العظيم بجد، انا هزر معاك ليه؟ ماشي اتفضل. اسم اقرب صاحب ليا في كل جامعه، هما جامعتين يعني. ديفيد بلوم اكيد مليون في المية يعني في ماشي تكساس، تمام. وفي اوريجن اسمه ايه بتاع الام بي اي، انا انت بس ناسي اسمه الانجليزي اصلا؟ متاخر. انا بيلعب في الام بي اي بيلعب يا عم. بوسطن سيلتكس. عم حرام عليك والله. مش انت راعيني بس طب اسمه، طيب خلاص يعني، اللي انت رايح فرحه. انت خلاص عرفنا ان هو مين، لازم انا اسمه. وصفت كل حاجه عنه. ماشي، اسمه بيتن بريتشارد. تمام، شكرا. بيتن، لا بعد سوري ايه بقى، معلش، خلاص. ده انا ممكن افتكر، انا لا افتكرت لا، اسم خمسين حد في تاني. المية على السؤال ده. تمام، السؤال اللي وراه، ماشي. امتى أول مباراة لعبتها في دوري الجامعات؟ سؤال صعب ده، بس أنت انت ذاكرتك أحسن مني فممكن تفتكر. اول ماتش انت لعبته في دوري الجامعات؟ أنا عارف إن أنا عجزت من فترة، بس يعني إيه، حاول. هو انا اكتر حاجة فاكرها لما جيت اتفرجت عليك انا في ماديسون سكوير جاردن. أيوة، بس السؤال بيقول أنا أول ماتش أنا لعبته في دوري الجامعات، مش انت أول ماتش اول أنت ماتش انت اتفرجت. لعبته في دوري الجامعات كان ايوا. ده أول ماتش أنت اتفرجت عليا، أول ماتش في دوري الجامعات مع تكساس. طب اديني السنة حتى. طيب لا السنة اكيد انا فاكرها، السنة كانت 2018 تقريبا. يعني انا ذاكرتي وحشه، بس تقريبا. تمام. ايوه. لا لما بكون زعلانه ومتضايق، ايه اول حاجه بعملها؟ هو غير ان انت ممكن تقفش وتمشي يعني، يعني يا بتزعق لو حد قريب منك، ولو حد مش قريب قوي هتقفش وتمشي. تمام. كتابي المفضل؟ اه انا مش بتاع كتب قوي بصراحه يعني، بس في كتاب بس يعني. انت ده اللي بس هو بدأت بتاع، أقرأ، فأنت لازم تبقى عارفه يعني. عارفه بتاع مارك مانسون ده، أيوه The Subtle Art of تمام Not Giving a Fuck. تمام ماشي. هو ده. فيلمي المفضل، أو تقريبا فيلمنا المفضل. بريف هارت. لأ، ده فيلمك أنت، فيلم أنا. تايتانيك. ماشي يعني، هو و جاد فادر، بس بحب تايتانيك موت كده كده. فريق المفضل ماشي. في فيفا، في اتنين، قول أي واحد منهم يا ريت، عشان انت مش نافع. ارسنال. تمام، جامد. ايه رايك؟ اكتر اكله بحبها الملوخيه. حقيقي. اكله مستحيل اكلها. في حاجات كتير بقى مش لا مستحيل لا، اكلها. في الاكله سبانخ. الاكله اللي ماما بتحبها وانا مستحيل اكلها. سبانخ او لاس. تمام. مين اقرب صديق ليا في الاهلي؟ عندك صحاب قوي قوي يعني، ماشي، بس يعني اسهل جندي واحد طبعا، وجارنا. جندي اخوك تمام، بس اكيد. ماشي. في المنتخب شوف حد غير الجندي بقى، عشان ايه يعني ننوع، كتغيير يعني، مع ان جندي في المنتخب كنوع برضه. من انواع التغيير يعني، بس عشان يقولنا جندي في كل الاسئله، فاهم؟ فيعني هو طالع بدور البطل النهارده، فمحتاجين نشوف حد تاني غيره. ايوه، ما انت في ناس كتير صحابك يعني، مهيب وعزب وكل دول صحاب، بس في المنتخب انس تمام عاصم. تمام اوكي. وبره الاهلي والمنتخب، غير انس بره الاهلي والمنتخب. ايه شوكه؟ ايوه يا عم، في يا عم. لا مفيش كلام فيه. ايه هوايتي المفضله؟ السفر اكيد يعني، بس لما بتبقى مدعوك في السيزون فبلاي ستيشن. تمام. اكتر ماده كنت بحب اذاكرها؟ جغرافيا. واكتر ماده ما كنتش بحبها وكنت يعني فاشل فيها؟ طب الاول الجيوغرافي صح ولا صح رجعت صح معاك؟ صح انت ماشي اكتر ماده كويس. ما بحبهاش فيزيكس اكيد يعني، مليون في المية. وماث بس فيزيكس برضه. اخر سؤال، اكتر حاجه بنحب نعملها مع بعض في الوقت الفاضي؟ ده بيجيبوا لك اسئله سهله موت. سينما بالظبط، اكيد بنحب نروح السينما كتير، بس يعني لما هو بيبقى فاضي يعني. بنروح ديتس بالظبط. طب انت كده فقرتك معانا انتهت، وشكرا لوقتك الثمين. تقدر تفضل. جبت مجموع معقول يعني، ممكن اديك بي برضه.
هنفع اخوك 80%. يلا يلا سلام.